انها تحدي. خلاص سعراتك انت جاهزه؟ احط لك هدول؟ لا ما في، يلا بلا ما احط. هلا راح جاهز انجلينا، دور انجلينا. اهلا مسح انجلينا. انجلينا انجلينا تعالي ضبط لك شعراتك، يلا عنا فيديو، يلا بسرعه. هي معنا فيديو فتكوني حلوه، يلا تمام. انت كمان جاهزه؟ هلا دور مدرين. هذه عندي جاهزة. ندوشة 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 تاي زبط لك شعراتك تاي. عم تصوروا؟ لا لسه مو ما اجت. شفت الكاميرا مفتوحة؟ اه بكون صار بالغلط. انا بروح وسكر تاي. اوكي سكر تاي زبط لك شعراتك. قومي عنا لانو تحدي. أوه. يلا تعال هون. شو التحدي اليوم؟ تحدي اليوم يوم كامل ممنوع النوم، واللي بتنام في عقوبة. اوكي ليش ما نساوي فيلم؟ فيلم شو؟ فيلم العروسة. ايه اكيد بنساويها بكرة. انا بدي اكون العروسة. لا انا، لا انا بدي، لا الدور رح يكون لألي انا اللي. لا اكيد عارف. هو دوري انا بدي. لا انا وبس. شو عم تقولي شيري؟ انا لا ما بس انا بحكي. انا بقرر. انا لا انا الدور شيري. لا. لا هي انا رح بقرر لماما. لا لا هي بدي. لا هلا نحن بدي حدي معنا بالفيلم. يلا انا بس انا بدي بكون بالفيلم. خلاص ما رح زبط لك شعراتك. ما زبطي. ما بدي. انا اللي بدي افوت بالفيلم. انا دور شيرين. ايه دوري انا. لا ايه انا لا قلت لك انا لازم شيرين. لا انا لا انا لا انا انا لا انا انا بدي. لا انت لا ما بدك. انا اللي انا بدي اكون العروسة. لا بعد شيرين. لا لا انا كمان حلوه فيني اكون العروسه. انا عروسه يعني انت قلت انه عروسه. لا انا اللي بدي افوت بس انت ما رح تفوتي. الدور رح يكون علي انا. لا 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 عروسة. لا انا بدي اكون عروسه. صح كلام سري. شفتي كلهم انا بس يلا. لا انا بدي اكون عروسه. لا هلا رح اقول لها ماما. ايه لا انا رح اكون العروسه. لا شو ما بتساوي انا رح اكون. ايه انا هلا رح اورجيكي شيرين. ايه روحي ساوي شو ما بدك. يلا قلت لك انا ماما. يعني انا يلا ماما ماما تعالي تعالي. تعي ايش في؟ جهزتوا حالكم مشان ايش في؟ ايش في ايش في مامي؟ قلت انه انا بدي اكون العروسه بفيلم العروسه. لا على الخطف العروسه. ايه لا انا بدي اكون العروسه. لا انت لا. لا انا بدي لا ماما انا مو هي. لا انا لا قلت لك انا. لا انا شيرين تكون انا. لا ماما استنى خليني احكي شوي. هلا شو نحن؟ شو بدنا نعمل عنا التحدي؟ قلنا شو هلا؟ يوم كامل ممنوع النوم. ايه هلا جهزوا حالكم بدنا نعمل يوم كامل ممنوع النوم حتى ايه. الصبح بدنا نسهر حتى الساعة 9 ايه. 10 الصبح. شو رأيكم؟ حلوة. هلا وقت بدنا نعمل تحدي ما بدي حدا هيك يزعل ووتشو كله. اوكي ماما بس انا بدي اكون العروسة. لا انت لا لكن الفيلم خطف 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 العروسة بدهم يخطف ايه العروس. بس انا بدي العروسة. بدها تكون هي الدور العروسة. العروس ماما العروس خطف العروس. ايه هي بدها تكون الدور. ايه. انا بقول لا انا مو هي ماما. هلا مو وقت هذا الكلام. خلص ماما ايه. هلا وقت في عنا لا عنا التحدي. التحدي بدي اليوم. عنا التحدي يوم كامل الكل بدنا نسهر نطبخ نتعشى ايه. نتغدى نفطر نعمل كل شيء نلعب حتى الصبح والمتابعين بده يشوفونا ايه. حتى يطلع الشمس
طبعا هلا بالشتاء الشمس ما بيطلع بسرعه، بس المهم حتى الساعه 9 8 10 حتى مين اللي تتحمل اكثر، وفي عقوبه كبيره اللي بدها تنام بدنا نراقب الكل. بعدين من اول خلص شيرين جهزتي الكل انت؟ ايه جهزت. خلينا ندخل بالتحدي ماما. اوكي بس ماما بدي اشغل الموبايل. يعني بدي اكون عروسه. قلت لك لا يعني لا لا انا بدي خلصت شيء انا انا لا 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 ماما انا بدي انا اللي في الدور اللي لا انا راح الدور لالي بس مو لالي. لا الي الي ماما شوف خلص مامي. لا ماما شوف ايش عم تقول. ممكن تهدوا؟ انا كنت شغلت موبايلي لقيتوا موبايلي شيء؟ لقيتوا موبايلي شيء؟ لا ما بعرف وين موبايلي. هلا اسجدي هلا بعدين بعد شوي بدور وين. خلينا نشغل هلا الكاميرا. يلا جهزوا حالكم مامي. خلينا نشغل الكاميرا. نادرين شو تصرف اليوم؟ انت ما عجبتيني ابدا ابدا بحياتي. انت ما كنتي هيك. ايش صاير كملتي معي؟ بدي تكون العروسه. بس شيرين عم تقول لا. ليش ما خلص لو وقت بنعمل مين اللي بدي تنخطف العروسه؟ وقت بنعمل العروس مين هي؟ انا خلص. بس نورين انت ابدا دائما بتقولي لي ماما خلي شيرين تكون. انا بعرفك انت دائما شيرين. نورين انا اليوم بدي انا دائما بدي يعني انا انسان بدي اليوم هو انت انسان لا. انسان فهمانه كلامك. بس انت دائما شو بتقرري لما بنعمل مثلا شو لما بنعمل ادوار شو بتقرري انت؟ شو بتقرري؟ تقولي ماما انت بتحبي لشيرين اكثر شيء. بتقولي ماما بخلي دائما شيرين اكبر مني. وانت دائما هيك يعني نحن بنحب انت تكوني. بس انت دائما بتقولي ماما يعني انا مو زياده عربيتي مو منيحه. عربيه شيرين هي اللي رايحه بالمدرسه العربيه. يعني انه انا الكل بيعرف انه شيرين رايحه على مدرسه بسوريا. انه شيرين رايحه على المدرسه. الكل بيعرف انه شيرين هي الوحيده باللغه العربيه رايحه. يعني شوي تعرف تحكي. وانتو عم تتعلموا الجديد. لا ما بتعرفي كثير. لا انا بعرف. لا ما بتعرفي. وانتو عم تتعلموا. ما يهم. بس ندرين ندوشة انت دايما اللي تطلبي منا انه تكوني انه شيرين. اليوم بدي بغير. لا ما بس بغير رايي ثاني مرة. مللت. الثاني ما بس بغير رايي. اوكي اوكي العدو. لا خلص. هلا عدو خلينا اول شيء نعمل التحدي. خلينا نعمل تحدي. لا زعلوا من بعض بتخوت. لا بدي ازعل من انا. انا ندرين لانه هي يعني هي اللي بدات هي اللي بدات مامي قلتي لا هيك بدي افتح الكاميرا. انتوا شو انتوا؟ استنى بدك انا ولا ندرين تكون بدور العروسه؟ انتي انت شو بتصير عروسه؟ انتي ها شفتي الكل بدور. لا هلا انا ماما. انا رح قرر شيرين. ايه ماما مو انا ولا ندرين. هي قالت لي ماما هذيك المره قالت لي ماما انا عربيتي مو منيحه. ماما خلي دايما شيرين شيرين بعدين بتساعدنا. مع مرور الايام رح نعرف نحكي كمان. انت اللي كنتي بتقرري. انا ما بعرف يعني انا بحب طلع بناتي. انا دايما شلون انا معكم بكل شيء. يعني لما بتقرروا الشيء تاخذوا دور بتكونوا الكل مرتاحين. مو عندكم دايما مرتاحين لما بتاخذوا الدور؟ بس ايش وليش اللي صايره معك مدري هيك؟ انا مثل انسان تغير. انت مو انسان انسانه. ايه شوفي تعلمي عربيتك ماما. ما بتعرفي لسه تحكي بالعربي كيف بدك تسوي الفيلم؟ عادي رح سوي الفيلم كله بيخرب اذا انت بتحكي بالعربي. روحي اول شيء تعلمي اللغه العربيه بعدين تجي تقولي انا شيرين. لا تهيني اختك. لا تهيني ما بدي. لا بدي اعمل هيك لان هي اللي بدات بالاول. شيرين تقولي هالكلام. شيرين بدي اقول ليش عم تهيني اختك اليوم؟ ما بدون هي الحق ما بتعرف تحكي اذا بدها تفوت بالافلام. يا عادي رح نسوي حتى نحن كمان بنعرف نحكي عم نتعلم. ماما انت كمان عم تتعلمي. لا تهيني اختك شيرين. انا بعرف احكي احلى بس تعملي افضل منك. ايه انا بعرف احكي منيح. اليوم بحاول احكي منيح. مامي اليوم شو تعلمي بعدين؟ لك ستيلا لك انجلينا لك خليني هدي. عادي رح نظبط الفيلم لك هدي منعيد. هي اول مرة صايرة السنة فاتحين يوتيوب. هي اول مرة هيك عم تحكوا. بدي شغلة وان. جهزوا حالكم؟ لا ماما. جهزوا حالكم؟ ايه جاهز. نشغل اليوتيوب. يا عفوا انا بقول لك والله كاميرا إيه لانه انت خربطوا لي عقلي. شو اعمل؟ هي اللي اجت اول شيء بدك بدي اظبط لها هسه شعراتها. شوفوا كبرتوا. شوفوا كبرتوا هيك صرتوا. هلا ما توقعت منكم هذا الشيء. شوفي ستيلا وانجينا شوفي اخواتكم شد. انا كنت بدي خلينا هلا زعلتوا من بعضهم بيني شو هي؟ يلا خلينا هلا نبدي. اوكي ايه نبدا نسلم على المتابعين ونعمل تحدي. اوكي
يلا جهزوا حالكم يا بنات لانش ندوش بدي افتح على الكاميرا. اوكي اوكي يلا بس يلا. اذا ودك قدام المتابعين هيك شلون بده يصير؟ رجعت حالي زعلانه انت؟ ليش زعلانه انت؟ خليها تزعلي يا عروسه. لا زعلوا مع بعض اخوات. ستيلا يلا 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 ندري. يلا نفتح الكاميرا. اول شيء يلا نقول هاي جايز نسلم على متابعينا كثير مشتاقين لنا. يلا واحد اثنين ثلاثه يلا. هاي جايز هاي جايز كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير وسلامه. اشتقنا لكم ودوم رح نشتاق لكم. بنقول شكرا على الدعم اللي عم تعطونا بالقناه ستيلا وانجلينا. وكمان رح نقول روحوا على قناه شيرين وندين قناتنا الثانيه قناه الكوميدي والاكل. هني كمان في عقوبات وهني كمان في تحديات حلوه بين الكل وممتعه كتير كتير. جايز لأول مرة عم بيشوفونا على هاي القناة نتمنى الكل يشتركوا بالقناة وحطوا لايك أنا بدي أسكر دايا هي سكرت ندرين شو هلا سكرت الكاميرا ليش وجهك قدام الكاميرا هيك أنا زعلانة لسه بتزعل طب ما بصير قدام الكاميرا هيك تعملي حالك زعلانة إيه إيه وبعدين خليها تزعل طب هلا انا هلا عامله انا فيلم الفيلم امبارح عملنا وكل يومين ثلاثة بنعمل فيلم ما بعرف شو صار بعلها انا بدي اكون العروسه خطف فيلم الخطف العروس اسمها هي سميتها خطف العروس بدنا اعمل فيلم إيه يا بكره يا بعد بكره بدك تعملي ما رح تفوتي لا انا ما رح تمثلي هذا الدور العروسه انا بدي لا ندوشي 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 بس خليني هلا بس خليني نبدا بالتحدي اليوم يعني كامل بتقللي. ها انا اللي بقرر إيه انا بدي اقرر انا بعمل حمل حالك انا بدي خلينا نكمل على التحدي بدي اشغل الكاميرا انا دوشي وجهك ما بصير هيك ما بصير هيك يلا شوي. يلا 1 2 3 هاي شغلت الكاميرا جايز واللي بس بيشوف الفيديو كامل لقناتنا خلي المشاهدة للأخير ودعموا قناة ستيلا وانجلينا بنحب كلياتكم وسلامنا للكل وبندعي الكل بخير وسلامة جايز رح نبدأ بالتحدي يوم كامل كامل نعمل تحدي يوم كامل نشوف شو ندير رح تعملنا جايز ندرين زعلانة وبتها هيك لأنه بدها تنام قالت لي ماما أنا ما بحب هالتحدي يوم كامل حتى الصبح كيف بدنا نصير يوم كامل حتى الصبح مشان هيك مزعوجة مو ندوشتي؟ ايه معناته رح تخسري اه في عقوبة قدامك إذا بتخسري لا اللي بتخسر واللي ما بتنام حتى الصبح ياي بس رح ننبسط ها رح نعمل كل شيء بنعمل فوشار ونعمل كيك ونطبخ ونروح لبرا بس اذا طلع النهار بالصبح هيك بعمل قهوه وبنروح بالشارع طبعا قهوه هون بشربها بالبيت وبنعمل بنشوف الشارع خلي المتابعين كل يشوف الصبح كيف طالعه وبعدين بنيجي وبننام يلا اوكي اوكي يلا سكر الكاميرا ندرين شو خلص بدنا نعيد المقطع برايك هذا المقطع كان مزبوط هلا شيرين لا ابدا ما كان حلو بس هي ما بتعرف تضحك ما عجبني يعني ليش هيك يعني شو هذا المنظر اصلا يعني شو عم تقولوا لي هيك؟ اعمل اقول لك شو المنظر يعني بعدين شو هالمنظر طالع قدام كيف بتعملي حالك هيك؟ لازم تضحكي يعني ما عجبك؟ لا شوفي خلي معي عيب عليكي خليكي محترمه خلي انت محترمه دامي لحدا يحكي دامي لحدا يحكي استني كلامي كله فاضي شوفي ندوشه شو عملت؟ قلت ندوشه زعلانه مشان شو قلت زعلانه ندوشه؟ قلت انه بدها تسهر لا قلت للمتابعين اشو انه ندرين بدها تسهر حتى الصبح مشان هيك قلت ندرين زعلانه ما فيها تسهر حتى الصبح وشو بدها تنام بكير وهي مو مبسوطه بالتحدي
هيك ما بصير، لازم نخرب هلا خلص. لا لا عيب، لما نعمل تحدي ولا لا؟ الوقت عم بيمر. في عنا فيديو تاني كمان لقناة شيرين ودريم. ما بدي يساوي. لا انا عملت الكيك. لا كيفك هذا؟ عملت الكيك بدنا نعمل كمان عادي. لا القرار قرار، مو قرارك انت تيجي حتى تقولي. اذا ما عجبك فيك تطلعي. يا بدي اطلع باليوتيوب. اطلعي. ها؟ خليها تطلع. يا انا يا ندري بهذه القناه، انا رح اطلع يا ندري يا انا. خليها تطلع. اعملي حالك بدك تطلعي. اطلعي انت من هالقناه يلا. هدو ما بدي دائما تفوتي من هالقناه. ما بتحفزي تنسي. ماما رح اطلع. استني محلك. استني محلك. انا هلا بدي اشغل الكاميرا بدك تكملوا تحدي يوم كامل. ما بدي ما بدي. لا تعلي صوتك. لا بدي اطلع. استني شيرين دقيقه بس. شيرين بس شيرين. شو بدك شيرين؟ خليني انا احكي. شيرين خليني انا احكي. ما بخاف منك. خلص ندوشه. شو ماما؟ ما بتحترمي ماما؟ بدي اطلع من اليوتيوب. تطلع كيف يعني؟ انتوا لا تحكوا، كيف تطلعي من اليوتيوب؟ فهميني. ما بدي ابدا. ابدا على القناة الثانية كمان ما بدك؟ ايه يعني قناة ستيلا وانجلينا وقناة شيرين ندرين بدك إيه تطلعي من اليوتيوب؟ يعني من هون رايح ما بدك تدخلي إيه معنا بالفيديوهات؟ ايه ما راح ادخل خلاص. ايه القرار مو لك، القرار لي انا الماما. ماما ما بدي انا. زعلت من شيرين. زعلي مو إيه. شو عم تقول؟ شو في؟ وانا كمان مع شيرين. شو ماما عم تقولي؟ انا كمان. ايه شايفي؟ شوفي؟ انت اللي هيك عملتي بحالي. اي انا كمان مع شيرين. ليش عم تعملي فيني هيك؟ والله القرار مو لك، مو انجلينا وستيلا. ليش عم تقولي هيك ماما؟ طب استني استني شوفي هلا كل شيء مشان الفيلم مو يعني مشان الفيلم دور العروسه يعني بس هيك. انت هيك ايش صايره معك؟ عم تغيري؟ صايره عم تغيري؟ لا كلهم عم يشوفوا تغيروا. ما تغيروا ستيلا. ستيلا لا عم شوف كلهم تغيروا. ستيلا بدك. ستيلا بدك مين تاخذ الدور؟ شيرين. انجينا مين بدك تاخذ الدور؟ شيرين. وسالوني انا كمان. انا مين انا كمان؟ انا شيرين. ماما شو عم تقولي؟ بدي اطلع من اليوتيوب خلاص. تا 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 بس دقيقه ماما اتركيني. روحي 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 محلك. روحي محلك روحي محلك. اولت امبارحه انت شو قررتي؟ مو قلتي ماما اشد بنات كيف قلنا ندرين انه يا ريت انه ندرين تدخل بالدور؟ شو قالت؟ قالت انا شيرين انا ما بدي ادخل بالدور. ما هي فيلم هي اللي شو هي فيلم هي اللي عملتي خط حرة علي. لا ما قلت هالكلمه. يا انت لي قلت لا ما ذكري اول امبارحه. اول امبارحه لما قلت لك اعطيك الدور ماما قلت لي والله ماما انا ما بعرف زياده ندري شيرين شوي اكبر مني فيها تاخذ الدور. تذكرتي؟ تذكرت. وليش اليوم تغيرتي وفجأة؟ ايه بدي ماما. لا ما بصير. لا انا بدي. لا ما بصير. طب دقيقة هلا هل تغير رأيك تغير؟ اوكي اوكي رأيك تغير. رأيك تغير؟ بس دقيقة بس دقيقة رأيك تغير؟ ماشي ماشي بس بدك تقولي عم بدي اطلع من ايه زعلت منكم من الفريق؟ شو كيف تطلعي من الفريق؟ انا تغيرتم انتم. ايه بتقولوا كلام. نحن جروب مع بعض، هي سنة مع بعض، نفرح مع بعض، نزعل مع بعض، نتحمل كل شيء مع بعض، كمان بالضيق وبالفرج وبكل شيء بالهم بأي شيء. نحن عيلة واحدة، مستحيل نزعل من بعض. وأنا كبرتكم هيك وحتى هلا ما في ما في بحياتكم انتوا بنات. انتي حتى عم تقولي ستيلا انجلينا شو شو انا مع شيرين هيك صايره معنا مشكله شي يوم بحياتنا؟ لا ابدا ابدا. شلون دائما نحن مبسوطين مع بعض؟ كيف كيف نحن متفقين؟ كثير كثير كثير. نحن جروب والجروب فريق دائما متفقين مع بعض. ايه بس يعني انا كنت بدي شفتكم كلكم تغيروا. عم تقولي بدي اروح. ما بدي ما بدي اشتاق. تعي اتركيني. تعي ندرين اتركيني ماما خلص. ما بدي ندرين. ما بدي. تعي انت تعي خلص ماما. ما بدي ماما. ما تركوها تركوها لوحدها تركوها لوحدها. ما بدي. خليها تبكي. شو ما صدمته؟ ما عم تقول بدي اترك اليوتيوب. اليوتيوب يعني ما بعرف غريب شيء. لا ليش صار بعقلها؟ ما بعرف ما في شيء. عم تقول بدي اترك اليوتيوب ما فهمتي منها؟ انا مصدومه منها يعني. ليش انا مزعوجه من ندرين؟ ليش رح تعمل هيك؟ ندرين كلياتنا نحن مع شيرين. ايه كلياتنا معي شايفة؟ شو عم تقولي ماما؟
ايه يعني انت هون هلا انت اللي غلطتي مو شيرين. ايه بدي اطلع من اليوتيوب خلاص. عادي 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 عدو 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 خلينا نتفاهم عدو عدو خلينا نتفاهم جننتيني عدو خلينا عادي 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 بس ما بصير تترك اليوتيوب. لا بدي اترك اليوتيوب. القرار زعلت. القرار مو لعليك قرار لعلي. وش عم تعملي فيني هيك وانتي مع شيرين عم تقولي؟ ايه شوفي يا بغاري مني؟ لا ما بغار منك بس انا كنت بدي اكون العروسة. شو بتعمل ما رح اعطيك الدور يعني؟ لهيك رح اطلع. اذا انت مستعدة تترك القناة كان ما رح اعطيكي، ما رح اضحي بهالدور، ما رح اعطيكي. شو ما بدك تساوي رح ساوي. بدي اطلع من اليوتيوب. لازم ما تطلع من اليوتيوب. خليها تطلع تركيا احسن. احسن لسه ما بتعرف تمثل، ما بتعرف كلمة ما فيها تحكي. شو عم تقولي هالكلام؟ بتروح ساعتين ثلاثة عشرة لحد تقولي بدك تحكي تمي كلمة شيرين صار بيطلعوا لبرا. خلص شيرين خلص عم بحكي كلمة حق خليها. ما بتعرف تتكلم كثير. ايه دعشين تكون العروسة. ايه بكل الافلام انا بسوي منيح، انتي ما بتسوي ولا شيء منيح. خلص اتركوني ما خلص عادي 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 اتركوني ما عادي 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 عامل حالي ممثلة علينا. خلص ماما خلص عادي 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 انا مو ممثلة. خلص عادي انتي مبينة عادي عادي حتى ما بتحترمك انتي كمان ماما بس بتقوم وبتمشي عادي. تتركي اليوتيوب؟ ايه خليها تترك روحي احسن لسه بصير احلى اليوتيوب على قناتنا. كل الفيديوهات بتصيروا احسن. كيف عادي؟ لاني مانك موجوده لان انت بتخربي كل فيديوهاتنا وكل افلامنا. راح ما فيك تاخذ كلمه واحده. لا بقدر. يا بقدر. روحي ناخذ راحتك. مين قال لك؟ ايه ننبسط مو انجلينا؟ ايه وبعدين؟ ها يعني ما بدك تهدم انا نعمل التحدي يوم كامل؟ ما لك سبب راح الوقت كله. ما بدوني هدول جي. ايه ما بدنا ياكي. ايه صح نحن ما بدنا ياكي. خلص معناته تركي اليوتيوب معناته خلص. ايه انا كمان قررت ما دام بدك تتركي اليوتيوب خلص. اذا بده يوجع راسي وراسك وبدك تنزعجوا مع بعض انتوا اخوات تركي اليوتيوب خلص. هلا رح نقرر رح لنا بالتحدي رح نقرر انه نذرين تركت اليوتيوب ما بدها اياها. انبسطتي؟ انا مش قادره انبسطي لسه بتبكي بدها بعدين تبكي. خلص شو رايكم انتو؟ ايه نحن براينا تطلع احسن. وانا كمان برايي تطلع احسن. مشان قناتنا تصير احلى زي طلعت. خلص نذرين نشيل صورتك الفيديو. انت قررتي انه تطلعي من اليوتيوب القناة الثانية بنشيل اسم تطلعي من القناة كمان؟ القناة الثانية بنشيل اسم نذرين كمان. واو مو ايه خلص انا بس شيرين مو خلص ندوش اللي رح نشيل اسمك كمان أبداً. مدام انت ما بالقناة الثانية كمان رح نشيل اسمك. ايه رح نشيل اسمك ما بالبقى نشيل اسمك على قناة. انا كمان بدي خليها تطلع من اليوتيوب خلص. انا كمان هي قراري القرار كرجينا مو خلص خليها تطلع من اليوتيوب. وستيلا انت كمان وانا كمان قراري. وانا كمان عم تسمعي عم تسمعي طلعي من يوتيوب من هون ورايح نذرين. لا تدخلي بين الفريق ولا جروب ولا شيء. اذا ما احترمتينا والراي راي لك كمان وكمان هالتصرف عيب عم تخاني مع الكل وعم تعلي صوتك قدامي وقدام الكل خلص نذرين تركي من اليوتيوب. ايه عفوا صوت والله العظيم عقلي ما ضرب راسي. شو بالشقه انطرنا من كتر ما هي معصبة. خلاص روحي تعي امي. يلا يلا روحي خلاص خلاص شو تركيني ما بس لا 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 تبكي لا تبكي لا نادرين نادرين شوفي 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 كاميرا كاميرا عليك شوفي طلعي انت هون عندي ماما شوفي. ايه ايه من اول اللي نحن فتحنا كنا عم نمسح معك عم نكتب عليكي شوفي شوفي تعالي شوفي ماما انا شوف رد فعلك ايه مقلب مقلب ما عم صدقيني يعني كان مقلب كله ايه ايه تعالي مقلب وسألي انا رح اورجيكي رح اورجيكي يا شيري ما شاء الله رح اورجيكي رح اطلع خلاص رح اسوي عليكي انا رح اورجيكي
حاضرين. ماما ليش عملتي فيني هالمقلة؟ عصبت كتير. شوفي بسرعة روقتي كمان، شوفي وجهك تغير كل شيء، ملامحك شلون كانت ملامحك؟ واو شلون كانت ملامحك؟ زعلت كتير. ايه شوفي 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 حالك انبسطتي بسرعة. ايه فرحت بسرعة. مقلب كتير كان. شو؟ زعلتي؟ ايه كده تزعلت. انا رح اورجيكي، رح اسوي فيديو الثاني مقلب فيكي شيء. ايه اسوي. واو جايز متحمسين كتير كتير نعمل هالمقلب هالمرة الجديدة بتعمل بالشيرين وكمان وبستيلا وكمان انجلينا. انجلينا مع ستيلا كمان. ستيلا رح اورجيكي انجلينا وستيلا وانا كمان ماما عملت. ايه انا رح اسوي عليكي مقلب مامي. كنا عم نمزح. عن جد مقلب جايز مقلب عملنا بندرين. اتفقنا انا ونانجلينا وستيلا وشيرين قبل ما تيجي ندرين ونسكر الكاميرا. انا رح اورجيكي. لا ما في تفرجيني. دغدغية دغدغية. لا هاي دغدغة بتروح فيها. ما بضحك انا. ندرين لا 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 جايز. لا 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 جايز نقطة ضعف الندرين تعرف شو هي؟ بس دغدغ ببطنها. على ايه؟ لحدا. قلنا لحدا. ايه ما قلتي شلون الكاميرا كان ضحكنا عليكي انت امبالك انا انت واثقه من ماما. جايز ندريني دائما واثقه فيني. ما بتعرفي اذا انا وقفت هون اذا سكرت بدي اسكر الكاميرا واذا فتحت بدي افتح الكاميرا. هي فكرت اكلتي مقلب. هي فكرت انه يعني الا ثقه بماما انه انا معناته سكرت وعم بحكي لانه كنا عم نجهز حالنا بالتحدي يوم كامل بدنا نسهر حتى الصبح وهي صدقت. وهي صدقت انه مشان هيك هي عقل ابدا مو على الكاميرا يعني هي بتعرف انه انا وقت بسكر بسكر ووقت بفتح بفتح يعني هي ابدا ما شكت 100% انه انا مو معقول افتح الكاميرا. هي ما معقول انه انا افتح الكاميرا وكيف ما بدها تصورني. ايه ما عرفت لانه 100% لانه المقالب اذا وقت بتعرفي شو بصير وقتها ما حلوه بس نحن قررنا بس قرنا بس خفنا خفنا ان شو تصير معك بس يعني خفنا منك كثير. ماما كنت بدي اترك اليوتيوب. لما قلنا لك اترك اليوتيوب شو صار معك؟ انصدمتي لماما كمان قال انا مع شيري. ايه لما قلنا ايش عملت هيك مامي؟ كنتي بدك ما كنتي وقتها ندرين ندوشي وقت تسكي وقت تترك اليوتيوب شو بتشعريك المتابعين؟ ايه يعني أصدقائك يعني شعور كتير صعب لا يوصف. جايز عن جد يعني نحن تعلمنا عليكم وانتو تعلمتوا علينا ونحن بنحبكم وانتو بتحبونا يعني بنحب متابعينا كلياتهم بنحترم الكل ما بدنا نخسر ولا حدا بنتمنى الكل يمشي يعني نحن بالطريق الصح وانتو بالطريق الصح وان شاء الله رح نعمل فيديوهات يعني فيديوهات انه اللي فينا نقدر نعمله بنعمله ان شاء الله وقريبا رح نعمل فيلم خطف العروسة إن شاء الله يعني امبارحة كان فيلم مجديد. المهم ندرين أكلت مقلب. جايز وصلنا لآخر الفيديو. عن جد إن شاء الله أنتم كمان استمتعتوا بهال يعني المقلب الصغير بندرين. الكل أمروا على ندرين أنه نعمل مقلب لندرين وندرين جايز عن جد ندرين صدقت ندرين صدقت بس يا حرام كثير زعلنا. بوسوها بوسوها قولوا لها انا اسف اسفين انجلينا ما رح اسامحها. يا بدي اسامحها. ايه ايه بدي تعمل فيكي ستيلا شو رايكم هالمره بنجم الشيرين بس مو هلا بدنا وقت يروح بدها هيك يعني بس خلينا ما نحكي بالخطه بس مو هلا شيرين ندرين رح تنتقم بس مو بس لازم لانجلينا ستيلا للكل ندرين رح تنتقم من شيرين بس مو هلا خلي الوقت يمر وكمان تنتقم من ستيلا وانجلينا ندرين بدي ساعدوك ندوشي تنتقم من ماما كمان. ايه ماما تنتقمي مني. ايه هاتي بوسه تعي اعطيك بوسه تعي انت كثير زعلتيني انه قلتي انه شيرين مو صح. ايه هاتي بوسه الحلوه انا وانتو كمان بنوتاتي الحلوين ابوسكن انا يا روح الماما انتو.
جايز مستحيل انا افرق بين بناتي بين شيرين شو هي ونذرين شو هي وستيلا شو هي وانجلينا شو هي. الكل متعاونين طبعا اندرياس هو ملك العيله. الكل متعاونين، الكل فريق، الكل جروب، محبين، مطيعين، بنحب بعض فوق ما تصوروا، والله يحمينا مثل ما بيقولوا من العين ويحميكم كمان من العين. ان شاء الله مع بعض دايما ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ما بعرف شو استمتعت حتى انا مصدومه، ها ما حبيت تزعل عن جد يعني كثير كان صعب لي. انا من نوع ما بحب ازعلهم ابدا بس تحملت حالي. عادي عادي خططنا انا والشله لندرين مقلب بندرين تعيشي تاكلي غير انا الدوشه. فكرتنا كلياتنا قعدنا لبعض كلياتكم راح نساوي عليكم مقلب. اوكي جاهزين راح نشوف. يلا وصلنا لاخر فيديو جايز. عم نقول وصلنا لاخر فيديو عم نرجع كمان نحكي لانه بتعرفوا ليش متابعينا لانه ما بنحب نسكر ونقول لكم باي. مشان هيك بنحب نعمل دائما فيديوهات هيك كثيره وانتم تنبسطوا ونحن ننبسط. اوكي قريبا على افلام جديده وتحديات جديده. يوم جديد فيديو جديد. بليز لايك اشتركوا بالقناه فعلوا الجرس حطوا لنا لايك ولا تنسونا وبنحب كلياتكم وباي باي. ان شاء الله المقلب انبسطوا فيها. باي باي.